كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسوم للكون أحلى الصور. فأنا تطيب لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. المباركة. تعالي تعالي. عطمة رزق. هيبة ورزع. كشخة وزقرت. شقردي. وما يغرد. السيارة. صدقين؟ اي والله. البرادو مثله ماكو. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية. الوقف صيغة إسلامية أصيلة تبرز التفاعل بين قيم العقيدة وقيم التنمية في الإسلام، وهي القيم التي تتميز بها روح المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات، والتي من خلالها تتحدد مساهمة الوقف في المحافظة على هوية المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية. ورغم صعوبة الحياة وقسوة العيش في الكويت قديما، فإن أهلها كانوا سباقين إلى فعل الخيرات ليجعلوا لهم صدقة جارية يبتغون منها رضوان الله عز وجل، وينفعون بها أبناءهم وأبناء وطنهم من بعدهم. من الصعب على الإنسان دائما أن يقوم بالعمل الخيري الذي يسعى إلى احتساب الأجر من ورائه، ولذلك من ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا يجعلون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاحا لعمل الخير حتى في مجال الوقف. فلو جئنا على سبيل المثال إلى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، والذي كان يستطيع أن يتصدق وينفق وأن يوقف الوقف من غير أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزول قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام في نخل له وحائط فيه ماء بارد يسمى بيرحاء، أراد منه عليه الصلاة والسلام أن يكون بمثابة القائم على هذه الصدقة والإنفاق والبر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلها في أهلك، فجعلها أبو طلحة رضي الله عنه في أهله، حتى مخيريق هذا اليهودي الذي كانت له 7 حوائط أراد مخيريق أن يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخيريق خير يهود. ثم عمر رضي الله عنه يأتي بعد ذلك فيعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالاً كان موجوداً عنده يريد أن يتصدق به ويوقفه، وكان يستطيع عمر رضي الله عنه أن يقوم بهذا العمل بنفسه
لكنه أراد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم إدارته للدولة ومعرفته بأحوال الفقراء والمساكين وقدرته على التواصل مع الناس وكون هذا من وظيفة الإمام الأعظم أو من قام مقامه، أراد عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعلوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاحا لهذا الخير. فليس كل أعمال الصحابة رضوان الله عليهم يقومون بها بمفردهم، وإنما يحتاجون أحيانا إلى من يقوم مقامهم كوسيط أو كمؤسسة أحيانا، كما حصل ذلك في تاريخ هذه الأمة. العمل الحقيقي الخيري المؤسسي مفخرة أخرى من مفاخر الكويت، ومظهر حضاري من المظاهر الحقيقة العظيمة التي تفتخر بها الكويت، والتي أولاً تنعكس من أجواء الحرية والانفتاح والمشاركة الشعبية من جهة، وكذلك عكست مظهر حضاري للكويت حيث أخرجت اسم الكويت في كل المحافل وكل المجاهيل، وحتى غابات أفريقيا وصلوها أخواننا الدعاة في العمل الخيري، ناهيك عن كل القارات في شتى أنحاء العالم. فلله الحمد هذا العمل المؤسسي كان رائداً للعمل الرسمي، وكان رائداً في المنطقة، والذي صدرته الكويت ولله الحمد في واحدة من إبداعاتها وإنجازاتها. وإن كان كلامي في الكويت مجروحاً، إلا أني بكل موضوعية وبكل حق أقول أن الكويت سباقة من خلال هذه الإبداعات التي تفنن أهلها. لم يتركوا مدمني مخدرات إلا وجمعية، وسجناء إلا وجمعية، وصندوق إعانة المرضى جمعية، وتطويق الطائفية من خلال مبرة الآل والأصحاب مبرة، حتى فائض الأطعمة في الاحتفالات والأعراس كان له جمعية. وصلوا لله الحمد من مراتب الإبداع ما يصدرونه للمنطقة ولله الحمد. قيام الدولة الإسلامية برعاية الأعمال الخيرية التي يتبرع بها المحسنون وإسناد هذه المهام إلى الإمام أو نائبه استمر في عهد الدولة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين، منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمن ينظر في حياة الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي يجد أن هناك كثيرا من الأوقاف أسندت مهامها إلى أمير المؤمنين، أسندت مهامها إلى الإمام الأعظم. حتى فيما يتعلق بتوسعة الحرمين مكة والمدينة، كان القائم بهذه الأعمال هو إمام المسلمين، وهي عبارة عن أوقاف يوقفها الإمام المسلم. ولذلك درجت الدولة الإسلامية عبر تاريخها على تعزيز مفهوم الوقف في الحرمين في مكة وفي المدينة، سواء كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بعض المساجد والمعالم الإسلامية الموجودة فيها. لم يكن دور الخليفة أو السلطان أو الملك أو الأمير بعد ذلك في أنحاء الدولة الإسلامية وتاريخها عبر هذه القرون قائماً فقط على أن يقوم بالعمل بنفسه، على أن يوقف لنفسه فقط. فنحن نقرأ كثيراً من الأوقاف التي كانت للخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين، لكن في الوقت نفسه نجد أن كثيراً من المحسنين كان يدفع هذه الأموال إلى الدولة الإسلامية ممثلة بالأوقاف من أجل أن يقوم الخليفة أو نائبه بوقف هذا العمل. لا شك أن في هذا إبرازاً لدور المؤسسات. نعم، لم تكن المؤسسات بالصورة التي ننظر إليها الآن، وإنما كانت مسندة مباشرة إلى الخليفة أو نائبه. حتى إنني قرأت في كثير من الأحيان هناك أوقاف تسمى بديوان الأوقاف، وهناك أوقاف تسمى بديوان الأحباس. ما معنى ديوان الأوقاف؟ ديوان الأوقاف هو أشبه ما يكون اليوم بوزارة الأوقاف أو الأمانة العامة للأوقاف أو مؤسسة الأوقاف أو منظمة الأوقاف. وأحياناً من الإثراء في هذا المفهوم الخيري الحسن نجد أن بعض الدول الإسلامية تخصص لبعض النواحي مؤسسة خاصة، على خلاف مثلا ما نراه اليوم هناك صناديق وقفية أو مشاريع وقفية. لا، أحيانا تجد عملا خاصا قائما بذلك، مثل ما نسميه اليوم بديوان أوقاف المساجد، ديوان أوقاف الأيتام، ديوان أوقاف المساجين والأسرى.
هذه الأوقاف لو عززت مفهومها بما كان عليه المسلمون قديماً لا شك أنه سيثري مفهوم الوقف في تاريخ هذه الدولة الإسلامية، وهو الذي نراه اليوم بحمد الله عبر كثير من المؤسسات الوقفية إنشاء ما يسمى بالصناديق الوقفية. أنا أرى أن الصناديق الوقفية اليوم هي أشبه ما تكون بديوان الأوقاف الذي كان موجوداً في الدولة الإسلامية ونسمع عنه كثيراً في تاريخها. في كل عمل من الأعمال نجد أن هذه الأعمال تنتقل من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، إيماناً من هؤلاء الأفراد أن كثيراً من الأعمال الفردية تموت بموت أصحابها، لكن انتقال العمل إلى العمل المؤسسي معناه أن هناك طاقماً كاملاً يتناوب على إدارة هذه الأوقاف أو إدارة هذه الأعمال، لا يرتبط بحياة رجل أو موته أو صحته أو مرضه أو شغله أو فراغه، لا، إن هذه الأعمال قائمة بقيام هذه المؤسسة، ولذلك رعت الدولة الإسلامية عبر تاريخها العمل المؤسسي. نحن محتاجون اليوم إلى تعزيز مفهوم العمل المؤسسي في الوقف، وأن نلجأ إلى هذه الأعمال المؤسسية والمؤسسات التي تقوم بهذه الأعمال لنجعلها وسيلة لنا للقيام بهذه الأعمال، لأنه في كثير من الأحيان كما نشاهد أن الوقف الذي يرتبط بإنسان حتى وإن كان وقفاً ذرياً يحصل عليه من التنازع والاختلاف بعد موت الواقف ما قد يفسد الوقف أو يقطعه، لكن هذه الأعمال المؤسسية تقوم بإدارة الوقف عبر التاريخ، ولذلك ما زلنا إلى يومنا هذا حتى لو أردنا في تاريخ الكويت نجد أن كثيراً من الأعمال الوقفية أسندت مهامها إلى دائرة الأوقاف ثم إلى وزارة الأوقاف ثم إلى الأمان العام للأوقاف، وبقيت هذه الأوقاف ما دامت هذه المؤسسات باقية. الكويت ولله الحمد يعني المعروف بتاريخ الكويت، الكويت قبل ظهور النفط كانت المجتمع الكويتي مجتمع صغير، لكن كانت الناس تقدم ما تستطيع أن تقدمه من يعني أعمال بالنسبة للأفراد أو حقيقة ببعض الكوارث التي يعني تلم بأهل الكويت. يجتمعون أهل الكويت من التجار ومن أهل الخير ممن يقومون بتقديم المساعدة، سواء كانت المساعدة لبعض الأفراد الكويتيين أو لتقديم مساعدة كذلك، وصل الأمر تقديم مساعدة للحكومة الكويتية في بعض الظروف التي تمر بها الكويت، لكن كانت الأمور محدودة لقلة الموارد. بعد ظهور النفط ولله الحمد وكثرة الخير وأهل الكويت يعني بطبيعة المجتمع الكويتي محبين للخير، بدينا نشعر حقيقة ولله الحمد أن أهل الكويت أقبلوا على هذا الخير وأوقفوا الكثير من الأموال لينالون الأجر والثواب من الله عز وجل، وهذا اليوم ولله الحمد نجد حقيقة أثره على المجتمع الكويتي، خاصة كثير من أهل الكويت ممن أوقف ماله وممن اشترط أن هذا المال يقدم للفقراء، للمحتاجين، للمساكين، لكذلك ممن له حاجة، ممن يريد حقيقة أن تقدم له المساعدة، نجد من خلال هذه الأوقاف وهذه الأمور التي تم وقفها قدمت الكثير في إعانة الناس ومساعدتهم. في سنة 1913 قام الكويتيون بعمل مؤسسة خيرية تعد رائدة في العمل الخيري الكويتي، الجمعية الخيرية الكويتية. هذه الجمعية الخيرية الكويتية هي عبارة عن نواة الوقف المؤسسي في الكويت، تم تبني كثير من الأعمال الخيرية كحفر الآبار وبناء المساجد وإعانة الفقراء والمساكين وجلب المياه العذبة ودفن الموتى وعلاج المرضى وغيرها من هذه الأعمال. ولأن الوقف لا يقتصر على الجانب الخيري الصرف، أقصد به إعانة الفقراء أو حفر الآبار، وإنما يعنى حتى إلى مؤسسات الدولة الأخرى واحتياجاتها العلمية والعمرانية وغيرها، قام الكويتيون في سنة 1911 بتدشين أول مدرسة، وهي المدرسة المباركية نسبة للشيخ مبارك الصباح. المدرسة المباركية لم تكن بتبرع حكومة ولا تبرع جهة كبيرة، وإنما هو عبارة عن اكتتاب قام به بعض الكويتيين تجار الكويت وبعض أهل الخير في اجتماع قاموا به وساهموا عن طريق أسهم تبرع بها هؤلاء الناس، وكانت بمثابة نواة الوقف المؤسسي في جانب العلم.
بعدها بعشر سنين في سنة 1921، لأن بعض علماء الكويت كانت لهم وجهة في ضرورة أن توسع دائرة العلم ولا يقتصر على العلم الشرعي، قام الكويتيون في سنة 1921 في عهد الشيخ أحمد الجابر رحمه الله ببناء مدرسة أخرى هي المدرسة الأحمدية، ثم بدأت الأعمال المؤسسية الخيرية والوقفية تطغى على الساحة الكويتية، حتى رأينا اليوم نحن في بداية القرن 21 الكثير من الأعمال المؤسسية تحمل أسماء مختلفة، جمعيات، مؤسسات، مبرات، كل هذا يخرج في صورة العمل الخيري المؤسسي. ثم قامت الكويت بتحويل كل هذه الأعمال إلى عمل رائد يندر وجوده اليوم، هي الأمانة العامة للأوقاف. التطوع والعمل الجماعي والمؤسسي والعمل الخيري والعطاء جميعهم ينصبون في قالب واحد، فالمجتمعات لا تقوم إلا بالتعاون والتكافؤ ومد يد الخير للغير. فدائما عندما يشعر الضعيف أن القوي بجانبه ترتقي المجتمعات برقي أصحابها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكثر من 40 مليون طفل محرومون من التعليم. هنالك حلم لكل طفل، وبتعليمهم نحقق أحلامهم. بادر بالمشاركة، كن للخير سباق. رحماء، تعليمهم رحمة، الرحمة العالمية. شوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.